اختتمت اليوم الأحد قمة منظمة التعاون الإسلامي 15، واختتمت أعمالها بالمصادقة على قرار بشأن القضية الفلسطينية. كذلك أيضا رحب قادة الدول الإسلامية بانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس يوم 22 من أفريل الماضي كل من الجزائر، تونس وليبيا قادة الدول الثلاث. نوه كذلك هذا البيان بالإرادة المشتركة لقادة الدول الثلاث لتكثيف التشاور والتنسيق من أجل تدعيم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا تعزيز مناعتها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ موسى بودهان المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. أهلا بك. برأيك كيف كان الدور الجزائري والحضور الجزائري خلال هذا الملتقى، خلال هذه الدورة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي ترافع من أجلها الجزائر على أعلى مستوى؟ نعم، كانت كلمة قوية وقوية جدا. كان الحضور الجزائري حضور مكثف، و تناول العديد من القضايا في العالم، مسائل التنسيق، التشاور، التعاون والمواقف الموحدة إزاء القضايا العادلة في مختلف العالم، وخاصة القضية الفلسطينية. فإذا القضية الفلسطينية كالعادة كانت حاضرة بقوة في هذه القمة، ولذلك فإن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي في قمتها 15 تضمن إشادة واضحة وتنويه كبير بالمواقف الشهمة والثابتة والتاريخية للجزائر تجاه كل هذه القضايا العادلة في العالم، وخاصة أنها القضية الفلسطينية. فإذا حصة الأسد كانت من نصيب القضية الفلسطينية ولا غرابة في ذلك. نحن كنا وما زلنا وسنبقى دائما إزاء القضايا العادلة والقضية الفلسطينية والفلسطينيين وفلسطين سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وما بالك إذا كانت مظلومة يعني على طول الخط. فإذا لابد أن نسجل هنا باعتزاز وافتخار كبير ما صدر عن هذه القمة، القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحيث تمت الإشادة كما قلنا بالمواقف الشهمة التاريخية والثابتة للجزائر. وطبعا هذا ليس بجديد وليس بغريب على الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة الدول المنضوية تحت هذه المنظمة، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وجميع الدول العربية وكل المجموعة الدولية بصفة عامة، لأن الجزائر لم تحظى ب 184 صوت هكذا يعني صدفة أو شيء من الخارج، بل تحصلت على هذه الأصوات كلها ونالت رضا المجتمع الدولي، لأنها تقف دائما على مسافة واحدة من كل الأطراف. طيب. بموضوعية وحيادية وتحترم الجميع وتسعى إلى حل الخلافات والنزاعات التي تدور بين دول أو داخل دول بطرق ودية، بطرق سلمية، بطرق دبلوماسية، وعليه حظي بثقة الجميع. طيب أستاذ موسى بودهان، أستاذ موسى بودهان، من بين كذلك الملفت هو إشادة منظمة التعاون الإسلامية الدول المشاركة باللقاء الذي كان بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. ما دلالة ذلك؟ هنا أيضا لا ننسى أن الجزائر هي المبادرة التي سعت إلى إحياء العمل الجماعي، العمل المغاربي بشكل جديد في وبأسس جديدة، أسس الحوار والتشاور والتنسيق والتعاون وتوحيد الجهود والمواقف إذا كل القضايا، وخاصة القضايا العادلة في مختلف أنحاء المعمورة. كانت القمة وتستحق التنويه والإشادة فعلا، كانت إرساء لدعائم ومتطلبات الأمن والاستقرار والاستقرار والتنمية المستدامة
الرفاهية والازدهار، لا سيما إذا علمنا بأن الجزائر أيضا ودائما كانت قد يعني بادرت إلى إنشاء مناطق حرة بين يعني بين الجزائر وتونس، بين الجزائر وليبيا، بين الجزائر وموريتانيا، بين الجزائر ومالي، وبين الجزائر والنيجر، وهناك مناطق حرة عربية وأخرى إفريقية. وأيضا لا ننسى أن ثمة أيضا جملة من الآلية القانونية فيما يتعلق بالتعاون الجمركي، بالتعاون الأمني، يعني أمور كثيرة ذات طابع اقتصادي وأخرى ذات طابع أمني، وأمور أخرى أيضا لها طابع استراتيجي وغير ذلك. فإذا لا يمكن لأي كان أن يستغرب هذا التنويه الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في قمتها 15. وكما قلت وأكرر، الجزائر الآن عادت وعادت بقوة كبيرة إلى الساحة الدولية بدبلوماسية أكثر نشاط، أكثر حيوية، أكثر استباقية. الدبلوماسية الآن صارت تصور وتجول على مستوى، على عدة مستويات وفي مختلف الأصعدة. الآن الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي قد اقترحت أن يتم التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني الغاشم الظالم الآثم المعتدي المجرم، لا سيما من خلال المقابر الجماعية التي اكتشفها العالم، يعني وتم دفن الفلسطينيين، إخواننا الفلسطينيين تم دفنهم في هذه المقابر وهم أحياء. إذا ناهيكم عن مطالبة الجزائر بالوقف الفوري لهذا العدوان على شعب فلسطيني من طرف الكيان الصهيوني، الوقف الفوري ودون شروط أو قيود وبصفة استعجالية كما قلنا. شكرا جزيلا لك. المطالبة إذا سمحت فقط أكمل تسمين منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، بارك الله فيك على التصحيح. قلت أيضا لتدعيم مواقف الجزائر من أجل حصول حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وأن تقيم ومساعدتها على أن تقيم دولتها بشكل استقلالي وفي حدود 1967، وعلى عاصمة هي القدس الشريف، وأن تمكن من الاستفادة من الإغاثات أو الإعانات. وضحت الفكرة أستاذ موسى بودهان المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.